ثانيه برحب ب سياده من كانت نائب محافظ البحيره واصبحت بقرار جمهوري محافظ البحيره المهندسه ناديه عبده. المهندسه ناديه عبده زوجها شخصيه محترمه جدا، كان ضابط في القوات البحريه، مهندس ضابط، مهندس ضابط في القوات البحريه. كان عنده اعتراض او تخوف، بلاش اعتراض، متاكده انه يعني اسره بالمستوى الفكري ده مش هيبقى معترض، بس ممكن يبقى قلقان، ممكن يبقى قلقان على مراته في المطلق، ممكن يبقى قلقان على نفسه. يعني وهو هذا الزوج العظيم، يعني اول حاجه شافني وانا في شركه الميه قبل حتى ما بقى رئيس مجلس اداره في شركه الميه. احنا كان عندنا فتره المحطات قليله جدا، ما كانش في قطع غيار، وكانت مشكله المحطات بتقف، ما كانش في كهرباء، عشان برضو الناس ما كلها ما تقوليش ان انتوا عرفتوا بعض، هو بيصلح مثلا مكنه ولا حاجه. لا لا لا، مكنه ايه، هو اتخرج وراح البحريه على طول يعني. اصل عارفه حسيت كده انه لقاء رومانسي جدا، ومهندسه في شركه الميه ومهندس ضابط. يا ستي انا قبل شركه الميه كنت مخطوبه. حضرتك الجيل اللي خلص بسرعه. فكنا بنقول ايه، دلوقتي جبتي سيره دي انا مش عارفه اتكلم. ليه بس كده، ليه بس؟ حضرتك ارتبطتي من قبل ما تتعيني. ايوه بالظبط. فانا وانا في شركه الميه وانا صغيره قبل حتى ما تبقي رئيس مجلس اداره، كنا الصيف ممنوع ناخد اجازات، مهندسين وكيماويين، عشان كان دايما شركات الميه فيها طوارئ. الكهرباء اولا، احنا في نعمه دلوقتي، الكهرباء كانت طبعا بتقطع على طول، تقطع الكهرباء يعني مفيش ميه، يبقى لازم تروحي تشغلي الديازل. فكان على طول في طوارئ، فتعود بقى على الكلام ده. ومن رئيس مجلس اداره شركه ميه طبعا صعب جدا يعني، ففي تعود. في تعود يعني تعود. انما ما كانش قلقان عليكي، ما هو برضو المنصب العام في مصر مش بس صعب، مش بس في قدر من الخطوره، انما كمان في قدر كبير من التوتر، لانه بتبقى في مرمى السهام. صح. ودي طبيعه العمل العام. زبط. فهو يمكن كزوج كان قلقان على مراته، ولا عارف ان هي قدها قدود؟ لا طبعا لازم بيبقى في قلق، لكن عارف ان انا تمرست على الشغل ده يعني. يعني ما بس انا حسيت، دردشت شويه مع الباشمهندسه ناديه، وهي كانت بتتكلم عادي، بس هي ما كانتش شايفه عينيها وهي بتتكلم على جوزها. عينيها كانت مليانه بالاعجاب، يعني كان في حاله اعجاب كبيره بجوزها. مش المحبه اللي هي ربنا بيحطها في القلوب يعني ما بين الازواج، انما واضح انك معجبه جدا بزوجك يا دكتوره. طبعا يعني ده عمر وهو يستحق كده، وهي دي اللي انا عايزه اقول لكل زوجه، ان هي لازم تبقى عارفه ان هو قوام عليها، لازم تحترمه، لازم تاخد بالها منه، وده بيعكس على طول ان الطرف الثاني بيبقى المعامله احسن وبيبقى احن، وهي دي بقى علاقه الرحم يعني. كنتوا متجوزين وهو بيحارب في 73 يا دكتور؟ احكي لي عن الايام دي. يعني الايام دي طبعا كانوا الولاد صغيرين جدا، كنت انا متحمله المسؤوليه بالكامل، من قلق، من تعليم الولاد من هو صغيرين خالص، كانوا في الميني باسكت، كانوا رياضيين، كانوا في مدرسه. الحقيقه انا بشكرهم دلوقتي، كانت مدرسه جميله، وفعلا اتربوا تربيه هايله، بجانب بقى القلق على الحرب. ويعني كان في مواقع كتيره حارب فيها، وكان اتعرض يمكن لموت او لغرق او لغيره، لكن ربنا سلم. وبرده كانت في الفتره دي هو بالعلاقه الحميمه بتاعته ما حاولش حتى يقول لي. انا عرفته بعدها بمده ان حصلت له حادثه. حادثه ايه؟ يعني كان عارفه، هو كان ماسك الرادارات في الصواريخ، ويعني يمكن بعد ما عملوا الطلعه بتاعتهم طلع عليهم ده في 73 ولا قبل؟ لا 73. 73 طلع عليهم الطيارات، ما كانش في كفر اياميها طيارات، يعني اللانش اتقسم واضطر يعوم لوحده بقيه الفريق كله. اللانش اتقصف فاتقسم. بالظبط، قصف فاتقسم، وبداوا كمان يضربوهم بصواريخ داخل الميه. فعام بقى لغايه مثلا من بعد الفطار، كان رمضان طبعا كلنا عارفين،
لغاية الفجر، لغاية لما وصل إلى حدود السواحل عندنا. كان وقتها دايما بينبهوا السواحل وحرس الحدود إنه خدوا بالكم ممكن أو يكونوا الأعداء لابسين لبس المصريين ويتسللوا، فطبعا حاولوا بقى يضربوه بالنار. يعني هو قعد عام يوم كم ساعة قلتي لي؟ يعني شوفي، هم كانوا قبل الفطار بيروحوا يعملوا الطلعة بتاعتهم ويرجعوا على اللواء، فلما اتضرب فبقى قبل الفطار يعني شوفي بقى من الساعة 6 أو 7 ساعتها كان إيه لغاية الفجر. والحمد لله ربنا سلم. أكتر من 10 ساعات أو 15 ساعة. لما وصل بقى للشط افتكروه إسرائيلي. بالظبط، حاولوا بقى يضربوا عليه نار، فشاور لهم لقوا مصحف في جيبه فخدوه بقى حيوه. عرفوا إنه مصري يعني مش بالظبط كده. بالظبط. باقي بقى اللواء كله كان لسه بقى عايمين، يعني يمكن هو سبق شوية. وطبعا بلغ اللواء وبدأوا يجيبوا لهم طيارات ينقذوهم، كانوا بيفتكروا الطيارات دي بتاعت أعداء، كانوا يغطسوا في الماء. كانت أيام، أنت بتفكريني يعني، طبعا كانت أيام دي بتخلي لو الأيام دي كانت مع الشباب دول كلهم. كنت ساعتها موظفة مهندسة في شركة مهندسة المياه. في شركة المياه بتاخدي شفتات و باخد شفتات، ويومها كنت عندي شفت وفضلت مستنية لغاية آخر الشفت. معرفش بقى إيه اللي حصل يعني إلا بعدها بفترة. أنا بقول برضو هنا اسلوب التعامل اللي بيخاف عليكي، ان انا ما قليش، انا عرفت الموضوع ده بعد شهر، ولو ان طبعا كان في نفس اليوم كل الناس بتكلمني في الشغل، هل في اتصال؟ عرفوا بقى البحريه كلها تعرف ان اللواء كله مفقود، فهل في اتصال؟ اقول لهم لا. وسبحان الله ربنا يعني انزل عليا قفل في مخي وغباء في مخي، ان انا ما بقولش الناس دي بتكلمني ليه. طبعا والدتي ووالدته واهل مصر كلهم واهلي، اقول لهم لا ما اتصلش. لغايه لما مشيت، وانا بقى طبعا برضو الصلابه بتاعتي ان مثلا كلمته قلت له طب موجود، طيب انا قدامي لسه ساعه في النوباتشيه، ما قلتش بقى مثلا ده جاي من حرب او كده. ده بقى اللي انا بقوله لكل مراه، ما كنتش الالتزام يعني مش عارف. لا في حاجه اسمها التزام، في حاجه اسمها انت شغلك من كذا لكذا. فانا بقول بقى لكل اللي بيشتغلوا ان الالتزام مهم، لازم الواحد يفرق بين العمل وبين الظروف العائليه. الالتزام في الشغل والمسانده بره الشغل، يعني اكيد الزوج بيسندك وانت بتسنديه، دي هو لما بيقولوا الدفع بالمراه، مش بس بقرارات سياديه سياسيه، بتبقى بقرارات اسريه، ان احنا اخواتنا وبناتنا نقويهم، نشد من ازرهم زي ما بيقولوا، نبقى فخورين بيهم. بالظبط. بدون اي نوع من المنافسه او المرياسه ما بين طرف او الاخر. العقد بتاع حضرتك يا دكتوره ده فيه تيه مربوطه؟ ايوه، يس، التاء المربوطه. طب معرفش هي باينه ده هنا ولا لا؟ هي باينه، اكيد باينه. انا شفتها وحضرتك داخله. دي الدكتوره معي بقى الحقيقه، جت باركت لي في المحافظه، فانا بعتز بقى برضو عشان اوري احنا في يوم المراه واليوم العالمي. وطبعا هي كانت عامله مؤتمر حمله كبيره جدا. لا بس دي اشيك تيه مربوطه في الحمله. لا مش الدرجه دي بقت اشيك واحده. انا اول سؤال سالته من غير ما اعرف اصلا يعني هل الباشمهندسه ناديه عندها اولاد بنات، يعني ما كنتش عارفه تفاصيل عن اسرتها، سالتها كده ولادك عينتيهم في شركه الميه؟ نبقى. يعني سؤال هو ممكن يكون شرير في اي دوله في العالم، بس بالنسبه لنا هنا في مصر سؤال طبيعي جدا، يعني انت بتشتغل في حته هتعين ولادك فيها، سالته من غير ما تخوف ومن غير ما تردد، لانه من حقنا نسال. شوفي حقيقي انا بشكر ربنا على كل حاجه عطاها لي في حياتي. انا اولادي كانوا متفوقين الحمد لله قوي علميا، وكانوا متفوقين رياضيا، يعني هم بقول لك من 5 سنين كانوا في الميني باسكت في مدرسه سمارك، وبقوا ابطال كره سله. وكانوا ابطال، والحمد لله عشان كانوا ابطال فالشركات الكبيره خدتهم اتعينوا عندهم، فهم يعني هم الحمد لله برضو ما طلبناش من حد يعينهم. ابن حضرتك كان كابتن لمنتخب السله اشرف صدقي. اشرف صدقي يعني اخذ الرايه من مدحت ورده وعمر ابو الخير، وطبعا كل فريق السله دول حبايبي، ويعني ما اقدرش اقول لك انا قضيت وقت من اسعد اوقات حياتي، ان انا كنت بقى بروح اشوفهم في الماتشات. تروحي تشجعي بقى؟ جدا جدا
جدا يعني. دي كانت من اسعد اوقات حياتي الحقيقه. وقت الماتشات انت عارفه كان بيبقى فيه الدوري بيبقى مره في القاهره ومره في اسكندريه ومره في طنطا، كنا بقى على طول انا ووالدتهم نروح نوصلهم ونحضر الماتشات دي ونرجعهم. والله ما انساش في فتره واشرف في كليه الهندسه كان لازم يروح يحضر، بس كان عنده امتحان مثلا تاني يوم، فكان يبقى راكب معانا في العربيه مولعين له النور وبيقعد يذاكر في كذا يعني. انت دلوقتي فتحتيني بقيت بتكلم في الحاجه الخاصه بقى كده تماما ما ينفعش. فكنت بقى بتروحي تمرينات والبطولات بتاعه ولادك في السله يعني كنت بقى تدرجتي في اكيد في السوق الوظيفي. والله اه ساعتها كنت اكتر انت ولا ابوهم؟ احنا الاثنين مع بعض، بس هو ابوهم هاجي عني. انا بقى كنت يعني اشجع في وهم بيلعبوا فاز بريك اجري اعمل كذا، فانا كان يعني والجمهور كله وطبعا بقى حبايبي وكانت بتبقى متعه، رياضه جميله يعني. طب مهندسه نادي عبده، لما بتبقي موجوده في ميدانيا ايه اقصى درجه انفعال لك؟ يعني الخناقه بتاعتي ممكن توصل ازاي؟ زعيق ولا ما هو اكتر من الزعيق؟ يعني انا برضو عايزه اتخيل المشهد، لانه متاكده انه المحافظ ده بحاجات ممكن تمشي بسلاسه وحاجات ما تمشيش بسلاسه. هو مثلا انا لاحظت الفتره اللي فاتت انا كنت بخرج مع ست المحافظ قبل كده، بس بيبقى هو اللي كان بيبقى في الوش. دلوقتي كانت اكتر حاجه مثلا ملاقي حد عمال يزعق اقول له اتكلم بالراحه اتكلم بالراحه هشوف انت عايز ايه يعني. دي كده الله اعلم بقى قدام ان شاء الله مش هنفعل اكتر من كده ان شاء الله. الكاتبه الصحفيه سحر الجعاره كتبت جمله ممكن تبقى مشجعه جدا بالنسبه لاول محافظه في مصر وممكن تبقى محبطه جدا او مرعبه جدا. قالت تجربه نادي عبده كاول محافظ قد تكون فاتحه خير لمحافظات جدد، وقد تكون اول واخر محافظ. يا ساتر يا رب. لا. يعني قالت لو نجحت الموضوع هيبقى، لو الموضوع ما مشيش هتبقى قفلت الباب اللي اتفتح. قريتي المقاله دي؟ والله ما قريتهاش. بس انا برضو عايزه اعلق يعني. طب لا قدر الله لو انا فشلت، طب ممكن واحده تانية تنجح. هو ده مش يعني يعني ولو انا نجحت ان شاء الله يعني الباقي كله هينجح يعني. انا على فكره ان شاء الله يعني انا متخيله ان عندي في البحيره بنات وسيدات ان شاء الله هيوصلوا لمراكز متقدمه جدا. صف تاني ويقدروا يوصلوا بشخصياتهم وبعملهم وبامانتهم لمناصب اعلى. وعلى فكره برضو هو فعلا اتاخد من عندنا 3 مهندسات، واحده بقت رئيس مركز ده يعني كانه محافظ المركز، وواحده ثانيه بقت رئيس مركز في كفر الشيخ، وواحده ثالثه برضو بقت رئيسه مركز في كفر الشيخ، مهندسات كله. طيب مش عارفه بيضايقك ولا ما بيضايقكيش يا باشمهندسه ناديه لما يتقال يعني ما يتكلموش على كفاءتك في عملك في السنين اللي فاتوا، ويقولوا دي كانت في يوم من الايام عضو في الحزب الوطني، ده شيء بياخد منك ومن ذهنك ومن ردك ولا لا؟ يعني خالص محدود خالص. بالنسبه لي هو لما بنقول مثلا فلان الفلاني من الحته الفلانيه بيجي في الذهن ان فلان ده استغل الدوله في حاجه، اخد حاجه، عمل حاجات غلط، مش عارفه عين ناس غلط. انا على طول انا اول ما رحت البحيره على فكره نسيت اقول لك يمكن اول شهر جم احزاب كتيره وقالوا لسياده المحافظ احنا مش عايزين النائبه. مش عايزين النائبه. النائبه كانت حزب وطني، فهو بدا يرد. قلت له من فضلك انا اقدر ارد؟ فقال لي لا طبعا اتفضلي. يعني كانوا موجودين ده كانت قوه سياسيه بقى قوه سياسيه كذا حزب من الاحزاب اللي هم حبايبي جدا بقى بعدها بفتره قليله. فقلت لهم ايوه انا كنت حزب وطني، انا كنت حزب وطني عشان اخدم بلدي. انا عمري ما عينت حد من قرايبي، انا عمري ما رحت اخدت حته ارض غلط، انا عمري ما حد اعطاني شقه، انا عمر ما حد، انا كنت بدي عشان البلد. والحزب الوطني مش معناها ان كل الناس تبقى مش كويسه. فقالوا لا بس احنا عندنا شويه حاجات عارفينها عندك. قلت لهم اوكي، عايزين تجيبوها دلوقتي اهلا وسهلا، عايزين تجيبوها تاني يوم تالت يوم انا هقابلكم. قابلتهم تالت يوم قالوا لي لا الحقيقه احنا لقينا كل اللي اتقال لنا مش مظبوط،
وهما دلوقتي وانا ممكن اقولهم بالاسم بقوا اعز الناس عندي، وبقوا يعني من الناس اللي بتساعد المحافظه كويس قوي. يعني واحد منهم مش هقول اسمه، احنا بكره عندنا افتتاح معرض الكتاب، واحد من في اللجنه الاساسيه اللي بتنظم يعني المعرض بتاع الكتاب ده. كان من خصومك يعني؟ ده اول واحد برضو قال ليه وازاي ويعني بالنسبه لك حصنتك هي كفاءتك، كفاءتي وامانتي وبعدين زي ما بقول لحضرتك لا صح، كفاءتك والكفاءه ونظافه اليد يعني طبعا يعني هي كلمه كبيره، المفروض حتى احنا بقينا نقولها دلوقتي، ما اعتقدش زمان كانت الكلمه دي بتتقال، لان كان طبيعي اي مسؤول يبقى فيه نظافه اليد. سؤالي الاخير للمهندسه ناديه عبده، محافظ البحيره، ايه حلمك لمحافظه البحيره؟ يعني لو افترضنا انه مثلا قدامك فتره سنوات كترت قلت، يعني اكيد في مده محدده انت شايفه انها ممكن تكون كافيه لتحقيق حلم ما بالنسبه لمحافظه البحيره، هو ايه الحلم؟ الحقيقه يعني اتمنى ان البطاله تقل، نسبه البطاله تقل، وانا شايفه ان الحته دي اولا دلوقتي انت عارفه مفيش تعيينات في الـ في الـ في الشركات او في الحكومه او كده، احنا عاملين كم مشروع قومي هيستوعب عشرات الالاف من الوظائف، ساعه ما المشروعات دي هتخلص هبقى انا سعيده جدا. مشروعات قوميه زي احنا عاملين يا ستي، اولا عملنا 6 مناطق صناعيه، منهم 2 أو 4 كانوا في وادي النطرون وغير مفعلين من التسعينات، فعلناهم خططناهم من جديد رفقناهم، حاليا منطقتين استهلكوا بالكامل بالمستثمرين، والمنطقتين التانيين حوالي 50-60% منهم استهلك. وادي النطرون خليناها، انت بتاخدي بالك من حته المدينه الجديده بتاعتنا اللي بتتعمل مدينه اداريه جديده، انا نفسي تبقى وادي النطرون واخده 40% من مساحه البحيره كلها، ما فيهاش 200-300 ألف بني ادم، عملنا فيها المناطق الصناعيه يعني في مستثمرين يعني في شغل، فيها 4000 وحده سكنيه اتبنوا مبنيين، الشوارع بقت على اعلى مستوى، الاناره على اعلى مستوى، محطه صرف صحي خلصت. فنفسي بقى الناس اللي هي مكدسه في دمنهور وفي كفر الدوار وفي حوش عيسه تبدا تتنقل هناك. عندنا مشروعات تانيه، اولا رجعنا بتسمعي طبعا على كفر الدوار والمصانع اللي كانت واقفه، طبعا في منطقه هناك نسيجيه قسمناها واتباعت بالكامل وبدات تبقى مصانع في الغزل وفي الصباغه وفي الكلام ده. رشيد بقى يا ستي دي بقى هتبقى ان شاء الله يعني نجمه البحيره. تحكي ليه؟ لا يعني نجمه الموسم. هقول لك يعني ليه؟ لأن رشيد ما اقدرش اقول لك اما تروحيها تحسي بالبهجه. اولا رشيد فيها مثلث ذهبي اللي هو التقاء النيل بالبحر، حاجه ما حصلتش، ودي حته برضو تقولي سبحانك يا رب على طول اول ما تروحي. في هناك استخراج الغاز، بتسمعي طبعا شركه البريتش بتروليوم 30/6 ان شاء الله هتطلعي ربع الغاز اللي مصر عايزاه، بدل ما بتستورديه هيطلع من البريتش بتروليوم في البحيره في رشيد. عشان ارجع اقول لك تاني، رشيد دي هتبقى نجمه ان شاء الله، هيبقى فيها مينا، فيها مصنع كبير جدا جنب المنطقه اللي فيها المصنع دي، احنا مقسمين منطقه عشان الصناعات الصغيره. لسه كان عندي حد النهارده بيقول لي في حد هيجيب منحة لصناعات صغيرة. حلو ان المحافظ يبقى معجب بالمحافظة بتاعته طبعا، متحيز طبعًا. يعني ده تحيز محمود، ويعني حلو انه ما يبقاش انه يعني عايز مش وظيفة، في حماس يعني للمحافظة. انت عارفة منى، انا لما خلصت التخطيط بتاع المنطقة دي انا ما اقدرش اقول لك، يمكن هنا في صورة اللي احنا بنوري الخريطة للناس الصينيين وكده، ما اقدرش اقول لك لما خططنا المنطقة دي وبقت حاجة خلاص فعيلة قدامك، يعني ولو انك انت لو كنت تروحيها الاول منطقه عارفه كلها ميه وغير ممهده، دي هتبقى بتديكي ذهب، ناس هتشتغل وجامعه هتشتغل ومصنع هيشتغل، وفيها برضو مدينه سكنيه كبيره جدا برضو ناس مستثمرين جايين يشتغلوا فيها.
ازاي بقى ما تبقاش نجمه البحيره؟ يعني ازاي نجمه ونص. طبعا كل تحياتنا لاهالينا في البحيره في كل مدنها وكل قراها كمان. للمره الثالثه بشكر سياده محافظ البحيره على وجودها معنا في الاستوديو ده، اول لقاء تعمله في التلفزيون من داخل الاستوديو. سعيده كمان بانه هذا العام شهد تسجيل وجود اول محافظ في تاريخ مصر الحديث، محافظ سيده. سعيده انه يبقى في حاله من التكاتف والتعصب للكفاءه، وانه ما يكونش في حواجز او سيلينج سقف عند اي انسانه او مواطنه كفأة في مجال عملها. المهندسه ناديه عبده محافظ البحيره الاول في تاريخ مصر. شكرا. الأولى في تاريخ مصر، الأولى. أشكرك جدا 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 جدا.